هل تنوي الحصول على رخصة القيادة؟ إذن هناك الكثير الذي يتوجب عليك أخذه في الاعتبار قبل أن تتمكن من إجراء الاختبار النظري واختبار القيادة. يجب أن يكون لديك تصريح الحصول على رخصة قيادة والمشاركة في دورة تمهيدية إذا كنت ترغب في التدريب على القيادة لدى مدرب خاص، الحصول على دورة التواية بالمخاطر، وقبل كل شيء التدرب لتصبح سائقاً أميناً وجيداً في الطرق. يجب عليك أولاً الحصول على تصريح رخصة القيادة. يمكنك تقديم طلب للحصول عليه لدى الهيئة الإدارية للنقل. إذا كنت ستتدرب على القيادة مع مدرب خاص، يتوجب عليك وعلى مدربك المشاركة في دورة تمهيدية، ويمكنكما الحصول عليها في إحدى مدارس تعليم القيادة أو لدى مدرب آخر معتمد من قبل الهيئة الإدارية للنقل. ثم يتوجب على مدربك بعد ذلك تقديم طلب للحصول على شهادة مدرب من قبل مجلس إدارة النقل. بعد ذلك تبدأ تدريبك لتصبح سائقاً أميناً وجيداً. احصل على المساعدة من مدرب، أي معلمك في مدرسة تعليم القيادة أو مدربك الخاص. خطط لرخصة القيادة الخاصة بك بعناية وخذ الوقت الكافي لذلك. اجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي على القيادة من البداية. بهذه الطريقة ستحصل على المعرفة بأفضل شكل ممكن. يرجى الجمع بين تدريبات القيادة الخاصة ودروس القيادة في مدرسة تعليم القيادة، فهو يمنحك فرصاً جيدة لتصبح سائقاً أميناً وجيداً في الطرق. تدرب على معارفك ومهاراتك بقدر ما تستطيع. إن القيادة مثل كل شيء آخر في الحياة، لتكون ماهراً وناجحاً يتوجب عليك التدريب والدراسة كثيراً. احجز وقتاً للاختبار النظري واختبار القيادة بوقت مناسب بعد فترة قصيرة من بدء تعلم القيادة. يمكنك حجز الاختبار على الموقع الإلكتروني الخاص بمصلحة شؤون المرور. وتجدر الإشارة إلى أن الاختبار النظري مترجم إلى العديد من اللغات المختلفة. أنت تختار اللغة التي تود إجراء الاختبار النظري بها أثناء قيامك بالحجز. إذا كان لديك صعوبات في القراءة أو إذا لم يكن الاختبار مترجماً إلى لغتك، يمكنك تقديم طلب للسماح لك بإجراء الاختبار بطريقة أخرى. يمكنك القيام بذلك شفهياً مع مدة أطول للاختبار، أو مع مترجم بلغتك، أو مع مترجم إلى لغة الإشارة. يمكنك العثور على استمارة التقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بمصلحة المرور. واصل تدريبك وتعليمك إلى أن تشعر أنك جاهز لإجراء كلا الاختبارين. كجزء من تدريبك، يجب عليك المشاركة في دورة التواية بالمخاطر، الجزء 1 والجزء 2، ويمكنك الحصول عليها لدى مدرب معتمد من قبل الهيئة الإدارية للنقل. اطلب من معلمك التحقق من أن لديك المهارات والمعارف اللازمة قبل إجراء الاختبار النظري واختبار القيادة. عندما تنتهي من تعليمك، يكون قد حان الوقت لإجراء الاختبار النظري لدى مصلحة المرور ترافيك فيركت، وفيه يتوجب عليك إظهار إلمامك بالمعارف النظرية الضرورية لكي تصبح سائقاً أميناً وجيداً في الطرق. المعرفة بالسيارة والتحكم بها والبيئة والسلامة على الطرق وقواعد المرور والشروط الشخصية. يبدأ اختبار المعرفة، الاختبار النظري، بمشاهدة فيلم يشرح كيفية أداء الاختبار، وتجدر الإشارة إلى أن الفيلم مترجم إلى عدة لغات. كما يمكنك أيضاً مشاهدة الفيلم على الموقع الإلكتروني الخاص بمصلحة المرور قبل أن تأتي إلى اختبارك. إذا كنت ترغب في إجراء اختبار شفهي، أو الاختبار مع مترجم فوري، أو مع مترجم إلى لغة الإشارة، فإنك تقوم بإجراء الاختبار في غرفة خاصة. وبعد انتهاء الاختبار النظري مباشرة، ستعرف إذا اجتزت الاختبار أم لا. وحتى إن لم تتمكن من اجتياز الاختبار النظري، يجب إجراء اختبار القيادة.
ستقوم بإجراء اختبار القيادة أيضاً لدى مصلحة المرور، وفي هذا الاختبار يتوجب عليك أن تثبت أنك سائق أمين وجيد في الطرق، وأنه بإمكانك تطبيق معارفك ومهاراتك بشكل مستقل في الممارسة العملية. المعرفة بالسيارة والتحكم بها والبيئة والقيادة المقتصدة وقواعد المرور والسلوكيات أثناء القيادة. يبدأ اختبار القيادة مع قيام مسؤول الاختبار بإخبارك عن كيفية سير الاختبار وما يتم تقييمه. إذا لم تكن تفهم اللغة السويدية، يمكنك بدلاً من ذلك مشاهدة فيلم عن بدء اختبار القيادة. إن الفيلم مترجم إلى عدة لغات، كما أنه مترجم أيضاً إلى لغة الإشارة السويدية. كما يمكنك أيضاً مشاهدة الفيلم على الموقع الإلكتروني الخاص بمصلحة المرور قبل أن تأتي إلى اختبارك. بعد قيام مسؤول الاختبار إعطاءك معلومات عن الاختبار، يمكنك إجراء فحص أمان السيارة، وبعد ذلك تقوم بقيادة السيارة في كل من الطرق في المدينة والطرق الريفية، وتحصل على تعليمات مسبقة بوقت كاف بشأن المكان الذي ستقوم فيه بالقيادة. في هذا الكتيب يمكنك قراءة المزيد عن الاختبار النظري واختبار القيادة ومعرفة الخطوات التي يمكن أن يتضمنها الاختبار. إن الكتيب مترجم إلى عدة لغات، وهو متاح على الموقع الإلكتروني الخاص بمصلحة شؤون المرور. كما يوجد على الموقع الإلكتروني أيضاً المزيد من النصائح بشأن كيفية قيامك بتخطيط تدريبك وتعليمك بأفضل طريقة ممكنة. وبعد انتهاء اختبار القيادة مباشرة، ستعرف ما إذا اجتزت الاختبار أم لا. إذا لم تجتز الاختبار، فإنك تحصل على توضيح بشأن السبب في ذلك. إذا قمت بتسجيل عنوانك البريدي، فسوف تحصل أيضاً على بروتوكول يتضمن نصائح بما تحتاج التدريب عليه. في كل من الاختبار النظري واختبار القيادة، يتوجب عليك أن تظهر أن لديك المعرفة والمهارات الكافية لتصبح سائقاً أميناً لديه وعي بالبيئة. عندما تنجح في كل من الاختبار النظري واختبار القيادة، فإن الهيئة الإدارية للنقل سترسل إليك رخصة القيادة الخاصة بك. تدرب جيداً، خذ الوقت الكافي، وحظاً موفقاً.